اوف إلا إلى الظل. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قال لا تخف قال لا أدوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا وولانا من الشاهدين. نشير إلى أننا في نقل حي ومباشر مركزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا من مدينة ولاتا التاريخية. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الجمع الكريم، إننا اليوم في الموعد الأغر، مولد خير البرية محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، في هذا الموعد الديني والعرس الثقافي، بالتحديد في دورة مهرجان المدن القديمة الرابعة. نستمع إلى نشيده الرسمي الذي هو من عزف ألحان عرفات ولي الميداح. Yeah.
كريمة وصدور شرح رحبة صدور بيضة سليمة. تراد والبركة سيمة واليوم ودات تراد ودوم تاريخ نشر رسالة توفيق بمر الجلالة تاريخ سليم توالى من كل مسا سليمة تاريخ نشر رسالة توفيق بمر الجلالة تاريخ سليم توالى من كل كان ذلكم النشيد الرسمي لمهرجان المدن القديمة في نسخته الرابعة. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، إن مدينة ولاتها التي تحتضن النسخة الرابعة بعد 3 دورات بدأت من مدينة شنقيط فودان فتشيت، تميزت عبر العصور بتاريخها الحافل بالعلماء والمشايخ، فكانت قلعة ثقافية صامدة في وجه عاديات الزمن، وتميزت بأديم أرضها المعطاء وتربتها الخصبة وفنها المعماري الفريد. إن ولات اليوم خصوصا وولاية الحوض الشرقي عموما ترحب بكم فخامة الرئيس، ولسان حالها يقول: لو علمنا مجيئكم لفرشنا مهج القلب أو سواد العيون. ولعل الترحيب الأشمل والأعم سيكون خلال كلمة كتبها ويقرأها عمدة المدينة محمد والعلال، أدعوه فليتفضل مشكورا. أذكر أننا في مباشر عبر تلفزة الجمهورية الموريتانية وإذاعة موريتانيا هنا من ولاية الحوض الشرقي، تحديدا من مدينة ولاتا التاريخية. العمدة وصل وله الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخامة السيد رئيس الجمهورية، سادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في بلادنا، سيدة وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، السيد والي الحوض الشرقي، السادة أعضاء الوفد المرافق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ربوع مدينة التاريخ والأصالة والحضارة. لقد حللتم بين أحضان ساكنة ولات
الذين يتشرفون باستفتاءكم من مهرجان المدن القديمة البهيش على قرار أشقائهم في مدن شنقيط وودان وتشيت. أهنئكم يا فخامة الرئيس أنتم والوفد المرافق لكم بحلول المولد النبوي الشريف. لقد قطعتم المسافات وتجشمتم مصاعب السفر تشريفا لمدينتكم الثانية وساكنها، مما يسمح لكم بالاطلاع على جزء من حال المدينة وأهلها عن قرب وتصور مشاكلها والتفكير معنا في إيجاد الحلول الناشعة والعاجلة لما هو ملح منها. فخامة الرئيس، يندرج تنظيم النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة في حصيلة الإنجازات التي ميزت ولايتكم الأولى، حيث بات هذا اللقاء السنوي موعدا سنويا يحج إليه السكان والسياح للاطلاع على كنوز التاريخ ورصيد لا ينضب من الحضارة. وقد كشفتم يا سيادة الرئيس بذلك النقاب عن فصول من التاريخ بفضل عنايتكم وحرصكم على تحافظ بلادنا على مكانتها وأن يمتد دورها وتتوسع دائرة حراكها بنفض قبار سنين النسيان والإهمال. وفي سبيل ذلك يحتل تعزيز مكانة مدينة ولاتة قلعة ثقافية وحضارية حصينة في صحرائنا الشاسعة، ركيزة أساسية للتنمية الحضارية القائمة على حفظ التراث الإنساني العالمي بناء على الدور الإشعاعي الذي لعبته وستظل تلعبه جوهرة المدن ومركز العلم والعلماء ونشر الثقافة والفكر المستنير عبر مدارس ذات خبرة في منتوج ثقافي صغير ينير بالحق والاعتدال والفهم الصحيح المستنير للدين الإسلامي الحنيف. لقد تحققت في بلديتنا العديد من الإنجازات والمكاسب الهامة، لعل من أهمها على وجه الخصوص تجهيز المركز الصحي بالمدينة كما أن دراسة طريق النعمة ولاتة قد تمت مناقصتها والعمل سينفذ بهذه الطريق للمدينة وأهلها بل للوطن بحول الله، كما يجري الآن إحياء زراع الهام الذي يوفر فرص عمل جديدة تسهم في تقليص ومكافحة الفقر. ولن أنسى تطرق إلى الإشادة بإصلاح وتوسيعة شبكة المياه الشروب بفضل مساهمة وكالة التضامن حديثة النشأة سبيلا إلى تزويد الساكنة وتغطية حاجياتهم من الماء الصالح للشرب ولتحقيق الأهداف الأمم المتحدة للألفية في هذا المجال. كما قامت وكالة النفاذ الشامل للخدمات الأساسية بإنجاز خزان للماء تبلغ سعته 60 مترا مكعبا وإصلاح آبار ارتوازية. وأشيد هنا بالدور الذي قامت به وزارة المياه للبحث عن آبار مؤقتة لسد العجز الحالي. وفي مجال التعليم تم تزويد أغلب المؤسسات الدراسية بالطاولات المدرسية، كما شيدت مباني إدارية بالمقاطعة بفضل وزارة الإسكان والعمران. أشيد بتدخل مفوضية الأمن القضائي ومساهمتها لدعم الساكنة تحضيرا لهذا المهرجان الكبير والهام. فخامة رئيس الجمهورية، لا يسعني هنا إلا أن أتقدم إليكم بالمطالبة العاجلة للمدينة وساكنيها والتي من أهمها تعزيز البنى التحتية والتجهيزات المدرسية وإنشاء نقاط صحية جديدة لتغطية حاجيات الساكنة. وفي هذا الشأن وتوصيل المدينة بمشروع الظهر لتستفيد من إنتاج هذا المشروع المرتقب من مياه الشرب
حيث لا تحتاج أكثر من مد أنبوب لا يتجاوز طوله 90 كيلومتر عن الأنابيب المتوجهة إلى عاصمة الولاية. نعم. العمل على تجمع القرى المحيطة ترشيدا للموارد، وذلك بناء على دراسة قامت بها البلدية، وهنا ألفت انتباهكم على أن الدراسة قمنا بها من 2010 لتجميع القرى في المقاطعة كلها، والبلدية تشمل كل قرى المقاطعة، وقمنا بدراسة لتجميع قرى المدينة لتمكينها من التنمية في جميع المقاطعة. وهناك دراسات أخرى قمنا بها، دراسة تشخيصية للمقاطعة حتى سنة 2015، وفيها جميع المشاريع التنموية للمقاطعة عن طريق وتنميتها بكل الوسائل عن طريق الوزارات المختصة، تشمل جميع القطاعات. هذا فيه إنجازات البلدية للسبع سنوات والدخل. هذا الكتاب فيه إنجاز للبلدية من 2006 من 2007 حتى 2012، هي الدخل الوحيد التي كانت تستفيد منه هو الصندوق الجهوي للتنمية. وبرمجنا أن كل سنة المشاريع اللي أنجزت في البلدية نجمعها في كتاب هو حصيلة إنجازاتنا المأمورية الماضية. السلام عليكم ورحمة الله، وأشكركم. عمدة بلدية السيد محمد والعلال في كلمة ترحيبية. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الجمع الكريم، وزارة الثقافة والشباب والرياضة جندت أطقمها وعبأتها لهذه اللحظة، لحظة لقاء القمة بالقاعدة، وأنتم حضرتم شخصيا لهذه الدورات الأربع، وصار هذا الموسم لقاء سنويا لمحبي الأصالة والتراث. ولعل وزيرة الثقافة والشباب والرياضة أفصح مني في توضيح الخطط العملية السالفة والمستقبلية لقطعها. صاحبة المعالي لالا من تشريف وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، أدعوها مع الشكر والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. فخامة رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، السيد والي ولاية الحوض الشرقي، السيد عمدة ولاته، السادة المدعوين الكرام، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي شرف أن أقف أمامكم اليوم في رحاب مدينة ولاته التاريخية، ونحن نتفيأ ظلال عيد المولد النبوي الشريف صلوات الله وسلامه على من ولد فيه فأصبح ببعثته رحمة للعالمين، وهو الصادق المصدوق المعصوم في قوله وفعله، حكمه المسدد في جميع تصرفاته بالعزة التي لا انفصام لها، من قال بالعزة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خسي المتخرصون عليه وباء المكذبون له بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. صاحب الفخامة، ها نحن اليوم بفضل مبادرتكم السديدة وعنايتكم الكريمة وإشرافكم المباشر
على هذه المعلمة الثقافية. نكمل هذه السنة دورة مهرجان المدن القديمة المصنفة تراثا عالميا بخاتمة إقليم مدينة ولات التاريخية لؤلؤ موريتاني ومأوى القوافي التي كانت جيئة وذهابا حاملة نفائس التجارة وجواهر المعرفة، فاتحة معلمة ناشرة قيم التسامح والوعي والخير، منتهجة نهجا قويما يقرب البعيد ويقنع المتأبي عن شرع الله ومحجته البيضاء. وها نحن اليوم نجني ثمار مبادرتكم قبل 4 سنوات، حيث أصبح مهرجان المدن القديمة منارة سنوية ترفعها إحدى المدن التاريخية الموريتانية، فيتنادى إليها كل الموريتانيين مستلهمين ماضيهم، مستعيدين الثقة في نفوسهم، مجتمعين على كلمة سواء هي كلمة وحدة الهوية. الهوية الناضحة بالمحبة والتآزر والتآخي وحب الآخر، هوية التميز والإبداع وحسن التكيف مع المحيط الجغرافي والبشري وبث الأخلاق الحميدة بين أفراد الأمة وعبر الحدود. صاحب الفخامة، لقد كانت هذه المدن التاريخية تاجا عاليا على رأس أمتنا عندما كانت اللآلئ تنير المنطقة كلها، ولكن عاديات الزمن عدت عليها فهجرها أغلب سكانها وانكمشت بعد عمرانها وعانت من العزلة والتصحر وعدم الأمن وشدة الفاقة، فعانى أهلها حتى هجرها أغلبهم لا كرها لها، وإنما كانت الضرورات الحياتية أقوى من عواطف المحبة الجياشة. ولولا الإرادة الصادقة ما استعادت مدننا ألقها، ولما استعادت ذاكرتنا الجمعية ماضيها الذي هو ماضينا جميعا، فأصبح هذا المهرجان سوقا حضاريا نعلن فيه بشكل متجدد عن تصالحنا فيما بيننا، عن تصالحنا مع تاريخنا المجيد الذي كان فيه العمل مقدسا والعلم قبس من نور يضيء دروب الصحراء لمن يسلكها يمينا أو شمالا. وها نحن اليوم في ولاته لا نفتقد أي مظهر من مظاهر ثقافتنا ولا أي أسلوب من أساليب عيشنا، حيث تتعانق ثقافة وعادات السكان على ضفاف الأنهار والبحار مع ثقافة الصحراء المترامية، وثقافة الشرق مع ثقافة الغرب، وثقافة الشمال مع ثقافة الجنوب، وكأننا نعيش تجربة عناق حضاري يمجد إعادة الاكتشاف القيم الجمالية في الصناعات والآداب ومهارات الإنتاج ومجموع العادات والتقاليد المصاحبة من خلال فعاليات هذا المهرجان، الذي لم تغب عنه أي جهة من جهات بلادنا المترامية الأطراف، ولم يغب عنها أي نوع من أنواع ثقافتنا الثرة. صاحب الفقامة، اسمحوا لي أن أهنئكم على إنجاز فكرة إحياء ذاكرة الجمعية الموريتانية بواسطة هذا المهرجان، لأنها كانت فكرة كبيرة وبناءة، وأن أشكركم باسم كل الموريتانيين على السهر الدائم والإشراف المباشر والسديد على تطويره وجعله إضافة لكونه معلمة ثقافية قطبا لتنمية المدن القديمة التي بدأت تستعيد عافيتها وحضورها من خلال المهرجان. وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لمنظمة اليونسكو على تصنيفها لهذه المدن تراثا عالميا، كما أشكر كل من أسهم معنا أو شرفنا بحضوره من ضيوف كرام ومشاركين من داخل الوطن ومن الدول الشقيقة والصديقة. والآن أدعو فخامة رئيس الجمهورية للتوجه بكلمة إلى مدينة ولاتة وأخواتها شنقيط وودان وتشيت، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لصاحبة المعالي لالا من ثقافة الرياضة. صاحب الفخامة المنتظرة في مولد سيد البشر الذي لا يضره نباح من أساء في ظاهرة غريبة على مجتمعنا المعروف بحبه والذود عنه. وصدق حسان بن ثابت الذي قال: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قادما للسلام والكلام، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم. سكان مدينة ولاية الإمام، أيها الحضور الكريم من مختلف الولايات، ضيوفنا الأفاضل، أيها المواطنون الأعزاء، يطيب لي أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي ميز الموريتانيين عبر التاريخ. أيها المواطنون الأعزاء، نحيي اليوم ذكرى عزيزة على قلوبنا وعلى قلوب جميع المسلمين، ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد بن عبد الله خير البرية وخاتم النبوة، الذي خصه الله برسالة جامعة لمكارم الأخلاق، مبشرة بالسلم والعدالة والمساواة وإنصاف المظلومين. لقد مثل هذا اليوم أهم منعطف في تاريخ البشرية، حيث ولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليحمل إلى العالم رسالة الإسلام السمحة التي لا تعرف التمييز بين الألوان والأعراق والألسنة، فنشر عليه الصلاة والسلام مفاهيم الأخوة والمساواة والتساوح والتسامح بين الغني والفقير، الغوي والضعيف، الأسود والأبيض. وبذلك انصهرت الشعوب والحضارات في أمة الإسلام العظيمة وتحت معايير التقوى والعمل الصالح أيها المواطنون الأعزاء، يجب علينا اليوم أن نعمل جميعا من أجل الحفاظ على هذه المعاني والقيم السامية وحمايتها من دعاة الغلو والتطرف الذين انحرفوا عن الطريق القويم وشوهوا صورة الإسلام، والذين يصدق في قوله جل من قائل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. ومن هذا المقام أود أن أذكر الذين تسوي لهم أنفسهم المساس بحرمات ديننا الإسلامي الحنيف أن موريتانيا جمهورية إسلامية وليست علمانية، ولا تريد أن تكون كذلك. وإذا كان البعض يفتخر بالعلمانية، فنحن نفتخر بكوننا جمهورية إسلامية، ونعتز بتمسكنا بالدين الإسلامي الحنيف منهجا وطريقا وسلوكا، ولا نبتغي عنه بديلا. كما أود أن أؤكد لهم أن الديمقراطية والحرية التعبير والفكر تتوقف عندما تصل حدود معتقدات ديننا الحنيف بالنسبة لنا فوق كل الاعتبارات، وسنتصدى بكل حزم وصرامة قيادة وشعبا لمن بلغ بهم غيهم وغباؤهم ومغازلتهم لعواطف البعض حد المساس بمقدساتنا الإسلامية، وبالأخص المقام الرفيع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي نحيي اليوم ذكرى مولده الشريف.
وكما أكدت أمام الجماهير التي هبت لنصرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، أعود وأؤكد مرة أخرى أن القوانين ستطبق بكل صرامة ودون ما تردد على من اقترفوا هذا الجرم الشنيع. أيها المواطنون الأعزاء، لقد ربطنا هذه الذكرى العظيمة بحدث مهم يندرج ضمن برنامجنا الوطني السامي إلى استعادة هوية مجتمعنا وربط الصيلة بين ماضيه المجيد وحاضره ومستقبله الواعد، وذلك من خلال فعاليات مهرجان المدن القديمة الذي نفتتح اليوم نسخته الرابعة في مدينة الرياض. لقد نشئت هذه المدينة العريقة في القرون الأولى للميلاد وبلغت أوج ازدهارها الحضاري والفكري والاقتصادي مع الفتح الإسلامي، فكانت بموقعها الجغرافي الاستراتيجي مركزا للقوافل التجارية وبثرائها العلمي محجة للعلماء، وبعمقها الحضاري وإشعاعها الفكري قبلة لمشاهير الرحالة والمؤرخين، فزارها الرحالة ابن بطوطة وشاد بمستواها الاقتصادي. لقد ظلت مدينة ولاة التاريخية من أهم مراكز الإشعاع الحضاري في المنطقة، وقد أظهرت حولياتها سيعة ثقافة أهلها والمكانة الرفيعة لعلمائها الذين دلت مراسلاتهم مع علماء المشرق العربي على أنهم أصحاب مدرسة فكرية وعلمية متميزة تصدر العلماء وتراكم المعرفة في آلاف المخطوطات التي حفظت لنا ثروة نادرة من المعارف الإنسانية الأصيلة. أيها المواطنون الأعزاء، لم تكن معارف الولاتيين نظرية فحسب، وإنما كانت بالإضافة إلى ذلك علمية تطبيقية تجلت في العمارة الفريدة التي امتاز بها دور ولاة العامرة بالخير وجامعها المؤسس على التقوى من أول يوم. أيها المواطنون الأعزاء، إن التغيير الذي عرفته أساليب التجارة العالمية والإعادة الزمن من بين أمور تضافرت لحجب تلك الصورة الناصعة لمدينة ولاتة وربطها بواقع مرير من النسيان والتهميش، وهو ما جئنا اليوم نضع له حدا. إن استعادة مدينة ولاتة لدورها التاريخي المجيد ومكانتها العلمية الرفيعة يتطلب منا جميعا تكاتف الجهود من أجل تحقيق تنمية متكاملة من شأنها أن تنهض بالمدينة وساكنتها من خلال التوظيف الأمثل لما تمتلكه من إمكانيات سياحية واقتصادية وعلمية وبمشاركة الجميع. أيها المواطنون الأعزاء، لقد ساهمت النسخ الماضية من مهرجان المدن القديمة في شنقيط وودان وتشيت في الرفع من المستوى الاقتصادي لتلك المدن، وذلك بفضل التمويلات التي قامت بها الدولة، ونأمل أن يتحقق ذلك في مدينة ولاتة بشكل أكبر. إننا لن ندخر جهدا في سبيل الرقي بمدننا القديمة لتعود كما كانت مراكز إشعاع علمي ومحاور للأنشطة الاقتصادية،
كل ذلك يتطلب من ساكنتها استعادة إرث الأجداد من خلال تطوير الاقتصاد المحلي. أيها المواطنون الأعزاء، يسعدني أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة في مدينة ولاتة، كما أشكر الضيوف والمشاركين وجميع الزوار الذين أعطوا بحضورهم المتميز بعداً حيوياً لهذا المهرجان الذي سيسهم لا محالة في وصوله إلى الأهداف المشهودة. أعلن على بركة الله انطلاق النسخة الرابعة مهرجان المدن القديمة في مدينة ولاتة التاريخية. السلام عليكم ورحمة الله. إذن كان ذلكم الخطاب الرسمي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وبه تنطلق فعاليات هذه النسخة الرابعة. فخامة رئيس الجمهورية سينطلق الآن لقطع الشريط الرمزي وزيارة المعارض ووضع الحجر الأساس للمباني الإدارية. أما بالنسبة لبرنامج المساء فهنالك زيارة للمركز التاريخي والمسجد وانطلاق الرماية التقليدية كأس رئيس الجمهورية وسباق للجمال، والليلة الأمسية الأولى المباشرة والتي يحضرها فخامته. تحياتي فاضل محمد فاضل من مدينة ولاتة التاريخية. الكرام، كما تابعتم في من مدينة ولاتة مباشرة هذا خطاب رئيس